السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي التلاميذ في درس جديد على قناة أستاذ أونجلي. إذا في هذا الدرس هذا إن شاء الله غادي نشوفه واحد الدرس اللي هو من بين الدروس المهمة اللي هو passive voice. إذا شنو هو passive voice؟ نشوف واحد ليز إكزامبل، مثلا نشوفه أحمد writes a poem. أحمد writes a poem، هذا كنقولوا ليه active voice، هذا كنسميه في الإنجليزية active voice. اش كنعنيو باكتيف فويس؟ ملي كتكون عندنا جمله عاديه اللي كيكون فيها subject verb object، هذه كنقولوا لها active voice. يعني هذه الجمله هذه الا بغينا نردوها للباسيف فويس اشنو غادي نقولوا؟ عندنا احمد writes a poem، هنا كنبداو بالobject اللي هو a poem. Is written in a verb to be plus verb past participle by Ahmed. نشوفوا الفورم، الفورم اللي هي object بحال a poem، verb to be is ولا are، written هو past participle. Okay. إذا ندوزو دابا simple past. إذا كانت عندنا جملة في simple past، عندنا أحمد wrote a poem. يعني شنو هو يعني الباسيف فويس ديال هادي؟ a poem was written، لان root was ولا root في simple past. اذا a poem was written by احمد، انا was written لان verb to write in simple past. يعني ملي كيكون عندنا simple past حتى داك الverb to be كيولي في simple past. احمد played football، هنا played verb to play in simple past، اش غتولي؟ football اللي هو object was played by احمد، هذاك verb to be اللي قلنا راه كيكون في هذاك التنس اللي فيه ذاك الverb في الactive voice. نشوفوا دابا model verbs، نشوفوا models. models بحال must، can، could، might and have to. For example, the student can read the text. The student can read the text. The object هنا شنو هو؟ هو the text. يعني هنا ملي كيكون عندنا model كنديرو مثلا can be plus verb past participle. مثلا هنا the student can read the text. The text can be read by the student. Can be plus past participle ديال داك الverb. Verb to read ما كيتغير، جاكشي علاش حطينا نفس الverb. They must respect the teacher. The teacher اللي هو الobject must be respected. Respect past participle ديالو هو respected. Okay. إذن ملي كيكون عندنا passive voice، ملي كيكون عندنا modal verb كنزيدو ليه ديك be، وهذاك اللي من موراه كيولي في past participle، وكان يعني كنبداو بالobject. اذا هذا هو الجزء الاول ديال الباسيف فويس. ترقبوا الجزء الثاني، ما تنساوش تابعونا على الانستغرام استاذ بون انجلي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.